قطعتين من الزنجبيل، قرفة، بصلة، ورق غار، هيل. غسلت هون فخدين مع الظهر من لحمة الجدي. هيدا فخد وهيدا الظهر. هيدا الفخد التاني كمان مع شقفة الظهر. حطيت لهم شوية خل بالمي 10 دقايق وغسلتهم. بنغسل الرز ليصير لون المي ابيض. شوفوا كيف نضف. الرز البسمتي بيتحمل ينقع من نص ساعة لساعتين، ما في أي مشكلة. خلصنا. بهيدي الكباية في الخلطة السحرية اللي هي زعفران كسرته هيك، لما تحطوه كسروه بهالطريقة طلع كل طعمته ولونه. حطيت مية ورد، حطيت مكعب، دوبت شوي مي سخنة مكعب مرقة دجاج، قليل ملح من ماجي، وحطيت قرفة وهيل، ونقعتهم لما فقت من 7 الصبح. هودي رح حطهم على وجه الرز، كل مرة بزيد لهم شغلة. هيدي رح زي هاي الإضافة هلأ زدت، خليني نشوف الطعم. ليكم أحلى هالخلطة تنحط على وجه الرز وقت ينشف. رح غطي على طنجرة اللحم، خليها تغلي أول غلوة أسرع. شوفوا بلش تطلع الزفر. هودي البازيلا امي ثلجتهم بموسم البازيلا. بتسلقوا نص سلقة تقريبا 5 دقايق بطنجرة فيها معلقة سكر ومعلقة ملح، وبتثلجن وقت ينشف. هيك بسم الله هي منفنة. هلا بدي شوية بازيلا لنحطهم على وجه الرز. عندي هون الجزر بقطع شرايح هيك لنسلقه مع البازيلا. بس تشوفوا كل هالزفر طلع، شوفوا شو بعمل. طفي النار، هلا بكب ميتها. ليكو ليكو الزفر، حتى لو شلت الغطوة اللي على الوجه رح يكون تحت كمان في زفر. بغسلها بمي سخنة، بحط مي جديدة مع المطيبات، ودوقوا من ملحنة رح تطلع. هيدي مي سخنة. مجربة أنا كل الطرق، مجربة إني أشيل الزفرة عن الوجه، مجربة إني أخلي المي بس نظفها. هيدي أكثر طريقة حبيتها. هيدي المي ما بدي إياها، رح كبها، حط مي جديدة بعد ما إجلي الطنجرة، وبنحط شقف اللحم وبينسلقوا على مهلها. جزر، قرنفل، حبة بندورة، زنجبيل، ورق غار. نحن بنتلج كميات كرفس وكرات. بغسل راس توم بحطه بقشره، بصل. هلا بنحط المي السخنه وعلى النار ليستوي. هلا رح حطها على النار، كل لحمه لها وقتها حسب نوع الذبيحه وحسب عمرها، بس لو استوى طفوا تحتها. نسلق البازيلا والجزر. للصلصه الحاره بنقلي توم ليتغير لونه مع فلفل حر مجفف. هلا بنحط بندوره من دون قشر مهروسه، ملح. هلا رح احط كاتشب تقريبا معلقه طعام، معلقه طعام معجون بندوره، معجون الفلفل الحار معلقه طعام. هلا بخليهم على النار تقريبا 10 دقائق لتستوي البندوره، بعدين بحط شويه مي، ما بنخليه رخو، ما في اطيب منه مع الرز. هلا لفلفل الرز، زيت اللي قليت فيه الصنوبر، وهون عندي معلقه طعام سمنه، بصله ناعمه، وفستين ثوم، مكعب مرقة دجاج، قليل ملح، الرز المنقوع، هاي المطحون، ملح يعني ما ملحت مرقة اللحمة، مية سلق اللحمة. نار قوية لتنشف المي، نسبة المي فوق الرز لهون، يعني ارتفاع المي فوق الرز هالقد. قليت البازيلا والجزر والزبيب مع زراشك بشوية زبدة وفلفل أسود من بعد ما سلقت الجزر والبازيلا ونقعت الزبيب.
هون كمان قلينا صنوبر كاجو فستق، وهودي الجزرات اللي بسلق اللحمه كثير طيبين نحطه على وجه الرز. اللحمه استوت هون، هلا ملحتها من بعد ما استوت، شوية فلفل اسود، رشة قرفة صغيرة، رشة هيك، منقوع زعفران. بعد ربع ساعة رح حط هلا خلطة الزعفران وارجع غطي على الشدايد. هيكم احلى تحميرة اللحمة. شوفوا اسم الله حبة الرز ريحته تعقد. هلا رح نسكن. هلا كتار بيسألوا كيف يطلع الرز لونين، حطوا منقوع الزعفران وقت ينشف الرز، وإذا بدكم إياه لون واحد حطوه وقت تكون المي كلها بقلب الرز. نزلنا مع الجزر. نقلبه. ماما شوية حار ان شاء الله. حطيتها كاملة على الصفحة بكل تفاصيلها بكل اسرار.